صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، صبحكم الله بالحب والتفاؤل، صباحكم يوم الجمعة اللي كله سعادة. حياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة هو برنامج يومي من الأثنين للجمعة من الساعة 10 إلى الساعة 11 الصبح، قدم لكم إياه هيئة الصحة بدبي وبالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المتميزة أكيد أكيد إذاعة نور دبي. خلوني في البداية أعزائي المستمعين أرحب فريق عمل برنامج ويانا اليوم. عدنا في الإخراج الزميل نمر محمد، افتقدناك يا نمر، من زمان ما طلعت ويانا. وبالتنسيق الأخت ميرا الإخفلي. أما في الإعداد في الزميل يوسف سعد. صبحكم الله بالنور والسرور جميعا، هذه تحياتي لكم دكتورة بدرية الحرمي. أعزائي المستمعين، بكون وياكم بإذن الله على مدار ساعة من الحين، ومثل ما عودناكم دائما في برنامجكم صحة وسعادة نقدم لكم من الفقرات الصحية أو الطبية اللي تسعدكم وتهمكم، ونوعدكم بعد أن نوصل مقترحاتكم أو ملاحظاتكم لمسؤولين هيئة الصحة بدبي. وتأكدوا أعزائي المستمعين أن تواصلكم ومشاركاتكم الجميلة شيء يهمنا وايد يسعدنا، وكل هذا بيكون له دور أكيد في تطوير منظومتنا الصحية بإمارتنا الغالية إمارة دبي. فاللي حاب يتواصل ويانا من خلال البرنامج نقوله أهلا وسهلا فيك على أرقام التواصل 600551414 أو عبر الرسائل النصية على الرقم 4006. أعزائي المستمعين، بالنسبة لحلقة اليوم فبتكون عندنا فقرات متنوعة واللي نتمنى أنها تنال إعجابكم وترضيكم. أول هذه الفقرات كالعادة بتكون فقرة الأخبار والدراسات الصحية، ومن بعدها فقرة السوشيال ميديا واللي بنتعرف من خلالها على آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي على منصات هيئة الصحة بدبي. أما في فقرة التغذية لهاليوم فبنعرف كيف نلون يومنا بالخضار. مخرجنا يأشر ويقول كيف يعني خضار؟ خضروات؟ هي نعم خضروات، وأنا أقول لك لا تستعجل وتريانا. أما بنهاية حلقتنا أعزائي المستمعين وبآخر دقائق فبنتكلم عن موضوع وايد مهم وخاصة بأجواء الصيف هذه، بنتكلم عن أهمية استخدام واقي الشمس. فاللي مو مهتم وايد باستخدام واقي الشمس أقوله شوف فقرتنا، وأنا متأكدة أنك بتغير رأيك. على العموم خلوني الحين أعزائي المستمعين نشوف شو عدنا من أخبار صحية. خبر اليوم يتكلم عن علاقة الأمراض القلبية والإصابة بالخرف. تبغون تعرفون هالعلاقة؟ اسمعوني للآخر وشوفوا الدراسة شو قالت. توصلت دراسة حديثة أجراها باحثون في إحدى الجامعات البريطانية إلى أن الإصابة بعدة حالات قلبية وعائية يزيد من خطر الخرف بمعدل أكبر من الخطر الجيني للإصابة به. وعاين الباحثون البيانات الحيوية اللي وفرها البنك الحيوي البريطاني لأكثر من 200 ألف شخص تبلغ أعمارهم 60 عام أو أكثر، وتحرى الباحثون الأشخاص اللي جرى تشخيصهم بواحد أو أكثر من الاضطرابات القلبية الاستقلابية اللي هي السكري، السكتة الدماغية والنوبة القلبية، بالإضافة إلى الأشخاص اللي جرى تشخيصهم بالخرف. المهم وجد الباحثون أن كل ما ازداد عدد الاضطرابات القلبية الاستقلابية عند الشخص كل ما ازداد خطر إصابته بالخرف، وأن الأشخاص اللي تجتمع عندهم الاضطرابات القلبية الاستقلابية الثلاثة اللي ذكرتها
يزداد عندهم خطر الإصابة بالخرف أكثر من الأشخاص اللي عندهم عوامل جينية للإصابة بالخرف. كما حلل الباحثون صور الدماغ لأكثر من 12 ألف من المشاركين، ووجدوا بأن الأشخاص المصابين باضطراب قلبي استقلابي واحد أو أكثر تكون عندهم أضرار منتشرة في مناطق الدماغ، في حين أن الأشخاص اللي عندهم عوامل جينية للإصابة بالخرف تكون مناطق الضرر محدودة في أجزاء معينة من الدماغ. وبحسب الباحثين فإن هاي النتائج تشير إلى أهمية اتباع نمط الحياة الصحي للحفاظ على الصحة القلبية، واللي له أثر على صحة الجسم عموماً وصحة الدماغ خصوصاً. طبعاً هذا الشيء يكون من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، تناول الطعام الصحي، والمحافظة على ضغط الدم ومستويات السكر والكوليسترول ضمن الحدود الطبيعية. الله يحفظنا ويحفظكم من كل شر يا رب، ويبعد عنا وعنكم الخرف ومشاكله. أعزائي المستمعين، كان هذا خبرنا لهذا اليوم، والحين بناخذ فقرة السوشيال ميديا وبنعرف شو آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي، واللي بتخبرنا فيها الزميلة أسماء الجناحي مسؤولة السوشيال ميديا في الهيئة. صباحك يوم الجمعة اللي كله نشاط وسعادة يا أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور دكتورة عليك وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. هاي أسماء، شو أخبارك آخر الأسبوع؟ خبرينا. ما شاء الله، هم عادي حتى آخر الأسبوع. أكيد. أني بعض الأشياء المهمة اللي كنا حاطين قناة التواصل الاجتماعي، نحن عندنا دائما نتكلم عن أمن المعلومات، والمعلومات يعني لها علاقة بأمن المعلومات. نحن عندنا وسم خاص اسمه بياناتك مسؤولية، وهو اللي يتكلم عن كل المعلومات اللي متعلق أو كل النصائح اللي نحن نحطها واللي لها علاقة بالبيانات. طبعا تعرفين أن أمن المعلومات جدا مهم لكل الأشخاص وكل القطاعات، وحتى سواء للأفراد نفسهم، خصوصية بيتهم، بياناتهم، معلوماتهم، بطايقهم، هاي كلامهم. فنصيحتنا اليوم كانت تقول يقوم المخترقون بانتحال أسماء شركات أو مستشفيات، ويتم طرح وظائف وهمية بعروض مغرية. احذر من التحويلات المالية لأي مبالغ دون التحقق من المصدر. دائما نحن سواء كان العروض اللي توصلهم بأي طريقة كانت ولأي تخصص كان أو أي جهة أو أي قطاع، سواء داخل الدولة خارج الدولة، دائما نقول لهم تحققوا من التحويلات المالية. وهذا الموقف صار حتى أكثر لأحد من الأشخاص اللي أنا أعرفهم. لما عطوني أوفر قالوا أسمع هذا وصلنا، شو رأيك فيه في هذا في هاي الشركة؟ قلت لهم ممكن خليني أنا، لأن يعني أنا حس إن ما الاسم كان شوي غريب علي، إن الرابط حسيت اللينك اللي حاطينه غلط. لما دخلت الموقع للشركة، الشركة كانت حاطة تنويه إن إذا وصلكم أي عروض سعر نحن ما نطرش عروض أسعار بهالطريقة، في طريقة معينة للحصول على الوظائف، وإذا وصلكم هذا اختراق. فيعني من دخلت الموقع على طول حاطينه تنويه، لأن أتوقع أنه كان في عدد كثير من الأشخاص وصلتهم نفس الرسالة. على طاري هذا الموضوع، صدقين أنا أمس كنت أشوف الإيميلات وشفت إيميل من شخصية وايد يعني معروفة، استغربت. لا ويعني ما كان يطلب شيء ولا شيء، بس إيميل ويعني كان يمسي بالخير، فأنا شفت ومحطي رابط، فأنا توقعت قلت أكيد هذا نفس القصة، يعني خفت ما فتحت الرابط. قالوا لازم احنا فعلا نتحقق. خلاص يعني الامور خلاص انعرفت، يعني ما شاء الله يعني الجهات عندنا يعني مو مقصره، يعني يحذرون المجتمع ويوعونهم، يعني خلاص احنا توصلنا هالاشياء، شوفون الرابط لا تفتحون لانه ممكن يكون هذا فيروس او شيء يعني. صحيح. واني عند رسالتنا، رساله الجمعه، واللي تقول العمل المتراكم يزيد من الضغوط النفسيه، احرص على الانتهاء منهم قبل عطلة نهاية الأسبوع. نتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة، وإحنا نقول باجي ساعتين خلصوا الشغل بسرعة
وطلعوا وانتم مرتاحين. شو رايك؟ تكون الاجازه شوي راحه. ودائما نحن ننصح تسوون على الاقل الاشخاص اللي مثلا بعض الاشخاص عندهم طبيعه عمل انه يعني لازم يسوون بعض المهام خلال عطله هذا الاسبوع، نقول لهم اوكي سووها لكن حددوا وقت معين عشان لازم تحتاجون تشحنون طاقتكم مره ثانيه، ما يصير تشتغلون طول الاسبوع بدون بريك. حددوا ساعات معينه، خلوا تليفوناتكم بعيد وتتموا شوي مع نفسكم، او نقدر نسميها مثل ما يسمونها مي تايم. اكيد احنا نتمنى بعندي اسمع عاده تطبقين النصيحه هذه وهالاسبوع ما تشتغل. وتخبرين الاسبوع الجاي شو سويتي في اجازتك. ان شاء الله. شكرا لك عزيزتي اسماء مسؤوله السوشيال ميديا في هيئه الصحه بدبي، اتمنى لك احلى اجازه نهايه اسبوع ونلقاك الاسبوع الجاي باذن الله. والحين اعزائي المستمعين وقت الفاصل، ثواني ونرجع نكمل وياكم باقي فقراتنا لهاليوم، تريونا. صحه وسعاده. يا مرحبا وسهلا فيكم أعزائي المستمعين مرة ثانية في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم إياه هيئة الصحة بدبي وبالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. اللي حاب يشاركنا نذكره بأرقام التواصل 6005514144 أو عن طريق الرسائل النصية على الرقم 4006. أعزائي المستمعين، لما تتفق منظمة الغذاء والزراعة الفاو ومنظمة الصحة العالمية على أن الخضروات والتنويع من أكلها من الأمور الرئيسية لأنماط صحية غذائية سليمة، هذا الشيء يخلينا نوقف شوي عند القيمة الغذائية والفوائد اللي يجنيها الجسم من كافة الفيتامينات والعناصر المعدنية الموجودة في الخضروات، واللي بتكلمنا عنها وعن أهميتها بالتفصيل ضيفتنا الأستاذة مريم علي، اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالنور والسرور أستاذة مريم، يا مرحبا وسهلا فيك في برنامج صحة وسعادة. مرحبتين دكتورة بدرية، وصباحك ورد وصباح الخير تابعينا الكرام. في البداية أستاذة مريم، دايما نسمعكم وتقولون لونوا يومكم بالأخضر، يعني لونوا بالخضروات، وعشان شيء نبغى نعرف دكتوره ترى وعشان شيء خاصه اليوم زين ليش، شو السالفه؟ خبرينا. عندنا اليوم العالمي للخضروات. اوكي خبرينا عن هذا اليوم. ليش خلينا هاليوم العالمي للخضروات؟ هو لسببين تقريبا، يعني اللي هو لاهميه الخضار في حياتنا اليوميه ولصحتنا وللامن الغذائي بشكل عام، وكثرة الدراسات اللي صارت عليها وتأكد على أنه ضروري جدا أن الواحد لازم يدخل في نظامه الغذائي اليومي خضار. أكيد. إنزين بنعرف الفوائد والقيمة الغذائية للخضروات هذه. نعم بالضبط، فيها قيمة غذائية عالية، خاصة اللي الناس اللي ياسة تدور على الفيتامينات في الصيدليات في هالأمور، وهي موجودة وأصلية في الخضار نفسها، نقدر ناخذها ونستفيد منها استفادة كاملة، اللي هي الفيتامينات والمعادن اللي تقي الجسم من الـ الأمراض تقريبا. والأهم من ذلك إن هي تعزز من صحة الجهاز الهضمي، لأن فيها نسبة ألياف عالية وبالتالي تساعد على خسارة الوزن. يعني الناس اللي يبون ينزلون أوزانهم ويحافظون على أوزانهم لازم يدخلون في نظامهم الغذائي الخضار بشكل، لأنها تشبع وبنفس الوقت ما تزيد يعني الوزن. يعني بالضبط بالضبط، وفي دراسات كثيرة على أن الخضار كذلك تساعد على حماية القلب والشرايين والمحافظة على الأمراض المزمنة مثل السكري، ضغط الدم، الكوليسترول. هاي الأمور كلها ثبت أن فيها كميات عالية من الألياف، زائد فيها مضادات الأكسدة، أنواع كثيرة من مضادات الأكسدة اللي راح نتعرف عليها من خلال إن شاء الله. إنزين أستاذة مريم، نسمع أن الخضروات يقسمونها لنشوية وغير نشوية،
يعني هل هالأشياء أو الخضروات هاي أو هالأنواع مناسبة للجميع؟ نعم، هي بشكل عام الخضروات مناسبة للجميع سواء أطفال أو الكبار كل المراحل العمرية. طبعا تقسيماتها، يعني مثل ما نعرف نحن الطفل ممكن نحن نبتدي في بداية الفطام بأنواع من الخضروات. الخضروات مثل ما قلنا هي صح أنها تنقسم إلى نوعين، في عندنا الخضروات اللي مجموعة بسيطة منها فيها كمية نشويات عالية وتندرج في الغالب تحت مجموعة النشويات. شو من هالخضروات لو تعطينا فكرة؟ عندنا اللي هو البطاط، عندنا الذرة، هاي فيها شوية سعرات حرارية عالية ونسبة نشا عالية، أسبتي نحن ندخلها ضمن، لأن الحصة الوحدة فيها تقريبا بطاطا وحدة متوسطة فيها 15 جرام من الكربوهيدرات اللي هي تعادل سلايس واحد من الخبز تقريبا في السعرات الحرارية وفي كمية الكربوهيدرات. وعندنا الجزر فيه نسبة بسيطة من النشويات، الفاصوليا، البازيلا، هاي تدخل ضمن النشويات والبقوليات كذلك فيها نسبة نشويات. أما باقي الخضروات الثانية اللي هي غير نشوية فيها طبعا السعرات الحرارية جدا بسيطة، تقريبا الحصة الوحدة فيها 25 سعر حراري. لو نعطي مثال عليها بعد، ومنها عندنا البروكولي، الخيار، الفطر، البصل، الكراس، الطماطم، الخضروات الورقية الخضراء كلها تقريبا، الكوسة، كل أنواع الفليفلة بألوانها، كل أنواع هاي بألوانها وبأشكالها وبأحجامها. ممتاز. إنزين أستاذة مريم، يعني إحنا نسمع عن وايد أبحاث ودراسات تتكلم عن قيمة كل نوع من أنواع الخضروات حسب اللون، يعني ارتباط ألوان الخضروات بالعناصر الغذائية محددة، يعني ممكن توضحين هالنقطة أكثر؟ نعم، هو مهم أن نحن نحاول نستهلك كل ونستهلك وننوع في الخضار أنه يكون كجزء من نمط حياتنا. كيف وليش؟ لأن مثل ما قلتي الخضار ما شاء الله ألوان وأشكال وأنواع مختلفة، ليش خليناها على ألوان وأشكال؟ وقلت لك أنا في البداية أنها هي ما شاء الله مليئة بمضادات الأكسدة اللي معروف فوائد مضادات الأكسدة للجسم وخاصة لتقوية مناعة الجسم. فإذا بني على الألوان، إذا نبتدي باللون الأحمر فيه أنواع مضادات الأكسدة والمواد اللي هي يسمونها الكاروتينويدات، هاي تساعد على أنها تحمي تقوي الأوعية الدموية وتكون حماية للقلب وكذلك حماية الجسم من الخلايا الحرة ما تنتشر في الجسم، كذلك تحمي الرئة من أي ملوثات خارجية، تحسن من البشرة، تقلل من عملية الشيخوخة. أني على اللون الأحمر طبعا يكون موجود في الغالب عندنا في الطماط، في الفراولة، الفجل، الشمندر، الفلفل الأحمر والكثير منها. أن اللون البرتقالي بعد فيه البيتا كاروتينات، هاي بعد كذلك تساعد على الوقاية بعد من بعض أنواع السرطانات وتحسن البشرة بشكل كبير، وكذلك الجهاز المناعي بعد تحسن وتخليه بشكل أقوى. منها هاي إذا بنذكر اللون البرتقالي عندنا الجزر، عندنا القرع، عندنا الفلفل البرتقالي أو الأصفر،
الألوان الثانية اللون الأخضر بعد فيه مادة صبغية اللي هي اللوتين، بعد هاي لها فوائد كبيرة للعظام وكذلك فوائد كبيرة للجهاز المناعي والمحافظة على كذلك سلامة العين. من هاي الخضار، الخضار الورقية الخضرة بأكملها البروكولي، عندنا الفلفل الأخضر وعندنا الخيار كذلك، وفي اللون الأبيض بعد فيه مركبات الكبريت، هاي تساعد من حماية الجسم من أي التهابات أو العدوى، كذلك تساعد تقوي الأوعية الدموية والقلب، وكذلك تحمي الجسم من الوقاية من الخلايا الحرة. عندنا اللون الأبيض ممكن نحن نحصله في الفجل، ممكن في الثوم، والبصل الأبيض بعد ممكن. نعم نعم، ممتاز. يعني صراحة كلام جميل ومعلومات أجمل أستاذة مريم. إذا بني للألوان هاي روحها يبالها حلقة بروحها كامل. نعم إن شاء الله، وحنا نوعد مستمعينا إن شاء الله تكون حلقة خاصة في هذا الموضوع. لكن وإحنا نقول يعني من الأفضل أن الواحد ينوع من كافة الخضروات عشان يحصل على كافة العناصر، لكن إيش كثر إحنا ممكن نتناول هالخضروات؟ هل هناك كمية معينة؟ كيف نقدر نحافظ على التوازن الصحي في تناول هالخضروات؟ نعم، مثل ما قلنا الخضروات مسموحة لكل الفئات العمرية الواحد يقدر يأخذها، والحصص المطلوبة المفروض ما تقل عن 3 حصص، يعني من 3 إلى 5، وإذا أكثر يكون أفضل. وخلال اليوم يفضل أن نوزعها خلال اليوم على الوجبات الثلاثة، خاصة إذا الوجبة تكون دسمة نحاول دائما نبدأ بالسلطة قبل. للناس اللي ما يحبون السلطة واللي حابين يدخلونه في برنامجهم الغذائي يبتدون بالسلطة أول شيء، يخلصونها وبعدين يجون للوجبة، لأن بيحسون بالشبع فبيتناولون كمية أقل يعني من الطعام اللي ممكن يكون دسم يعني. بالضبط، ممكن يأخذون الخضار، يأخذونها سواء على شكل سلطة، يأخذونها خضار مطبوخة، في ناس الحين قاموا يحطونها بالماء كديتوكس، في ناس يأخذونها على شكل عصاير، ففي عدة طرق ممكن الواحد يقدر يتشجع وإنه يأخذ الخضار، خاصة فئة الأطفال. أنا أحزن عليهم يعني أن في بعض الأمهات يمكن يكونون مكسرين شوية فيها الأطفال وتشجيعهم على تناول الخضار، وهذا الشيء اللي بيخليني الحين نختم فقرتنا بنصائح منك لكل اللي يسمعونا، كيف نقدر نشجع عيالنا تناول الخضروات المتنوعة ونعودهم من الصغر؟ نعم، أول شيء لازم الطفل يشوف الأم والأب هم يتناولون هالشيء. أكيد هذا أول شيء، يعني ما أي يعني أجبر الطفل أنه ياخذ خضار وأصلاً والطفل طبعاً أكيد يتعلم العادات الصحية بالنظر. سلوكيات، نعم صحيح. لازم نعدل سلوكيات التغذية في البيت أول شيء للجميع، أساس أن الطفل إذا شاف الأم والأبو أكيد 100% راح يتشجع وراح يأكل. بعد ما نتأكد من هالشيء نحاول ننوع في الخضار، يعني ما أني طفل بس يحب الخيار نعطيك اليوم الخيار نفسه، نحاول نشجع ندخل أنواع ثانية من الخضار بطرق سهلة وبسيطة يعني. وفي طرق مبدعة يعني يقصقصونها بطريقة معينة، نجوم ولا قلوب ولا يعني تعرفين الحركات اللي يحبونها الأيهال، فحلو أن الواحد يشجعهم بهالطريقة. بالضبط ممتاز. شكرا لك أستاذة مريم. طبعا الحين عقب هذا الحديث أنا الصراحة الحين برجع بتغدى سلطة. نمر شو تبى تتغدى؟ نمر يقول بيتغدى سمك. بالعافية عليك يا نمر، أنا الصراحة اليوم يوم الخضار.
حلو مع السمك جرجير يدخل خضار ورقية خضر. تقول لك دخل جرجير، سلطة الجرجير، ممتاز. شكرا لك أستاذة مريم علي، اختصاصية التغذية السرية بهيئة الصحة بدبي، على هذه المعلومات اللي كلنا استفدنا منها. نلقاك بحلقات جاية بإذن الله. شكرا لك. أعزائي المستمعين، خلونا الحين ناخذ فاصل ونرجع نكمل وياكم آخر فقراتنا لهاليوم، واللي بتكون عن أهمية استخدام واقي الشمس. تريونا. صحة وسعادة. ورجعنا لكم أعزائي المستمعين مرة ثانية في برنامجكم صحة وسعادة. نذكركم بأرقام التواصل 600551414، وعبر الرسائل النصية على رقم 4006. مشاركتكم تسعدنا وتهمنا أكيد. أعزائي المستمعين، بعد ما استمتعنا بالأجواء الشتوية واللي استانسنا فيها بداية السنة، الحين شو؟ الحين دخلنا فصل الصيف والحر خلاص بدأ، وانتوا أدرى بشمسنا كيف حارة، وشو من المشكلات الصحية اللي ممكن تواجهنا بسبة التعرض لأشعة الشمس، واللي من أهم هذه المشكلات اللي هي تتعلق بالأمراض الجلدية. ولما نتكلم عن الجلد بفصل الصيف، أكيد أول شيء يبالنا استخدام واقي الشمس. والأهمية واقي الشمس بهالصيف بهالحر، خصصنا هذه الفقرة عشان نتكلم فيها عنه بالتفصيل مع الدكتورة فاطمة خليفة، اختصاصية أمراض الجلدية بهيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالنور والسرور دكتورة فاطمة، نورتينا في برنامج صحة وسعادة. صباح النور يا هلا دكتورة فاطمة. الصراحة موضوعنا اليوم أنا متوقع أنه بيكون وايد حلو ويهم وايد ناس، خاصة في الأجواء الصيفية هذه. بس في البداية خلينا نتكلم عن المشاكل اللي تسببها التعرض لأشعة الشمس، وخاصة هي المشاكل الجلدية. نعم، تفضلي دكتورة فاطمة. طبعا أشكركم على استضافتي في البرنامج. ونحن مثل ما نعرف الشمس تعتبر من أهم مصادر الطاقة البشرية، وفوائدها لا تعد ولا تحصى، لكن والتعرض للشمس لازم يكون باعتدال أساس إحنا نقدر نستفيد منه. لكن التعرض المفرط للشمس ممكن يسبب الضرر للبشرة على المستوى السطح وعلى المستوى الخلوي. ومثل ما احنا نعرف ان الشمس تعتبر من افضل مصادر الطبيعة للحصول على الفيتامين د، لان الجلد يمتص اشعة الشمس ومن ثم ينتج فيتامين د. فعلى هالاساس انه لازم احنا نعرف متى وكيف وايش كثر نتم تحت الشمس عشان ناخذ نستفيد منها ونتفادى المشاكل. إذن دكتورة، شو المشاكل الجلدية اللي ممكن يسبب يعني تعرضنا المستمر لاشعة الشمس والفترات طويلة؟ عندنا مشاكل جلدية وعندنا مشاكل غير جلدية. مثلا مشاكل غير جلدية، بس بقول لك شيء واحد، اللي هو الكتاركت اللي ممكن يصيب العين، يسوي لنا تعكر في عدسة العين، وهذا جدا منتشر يعني. فهن لازم نركز على هذا الموضوع، لازم نلبس نظارات شمسية ونتفادى النظر المباشر للشمس. مية الحين البشرة، مشاكل البشرة عندنا طبعا أول شيء اللي هو حروق الشمس، وهذه أكثر شيء شيوعا نلاقيها دائما يعني، ومنتشرة بشكل كبير. وهاي تكون نتيجة للتعرض المباشر لأشعة UVB، الحزمة دي من أشعة الشمس، تسوي لنا احمرار، تسوي لنا تقرحات، تكون مؤلمة وتعرفين تحتاج لها علاج. ممكن تسوي تصبغات بعد، صحيح؟ نعم، في أشياء أخرى طبعا. هذه أنا ذكرت الحروق أول شيء لأن هي أكثر شيء نحن نشوفه ولازم نعالجها في نفس اللحظة، لأن المريض يعاني منها في نفس اللحظة، تكون شيء يعني مباشر. عندنا أمراض الأخرى طبعا نتيجة التعرض للشمس بشكل يعني مثل ما أقول لك مستمر على مدى ما نشوف نتائجه في نفس اللحظة، ممكن نشوفه عقب، مثل شيخوخة البشرة، مثل فرط التصبغ، التصبغات اللي نشوفها في البشرة. عندنا بعض أمراض الحساسية ممكن تطلع في الجسم، مو بشرط انه بس تطلع الوجه واليد في الاماكن المعرضه للشمس، لا، ممكن تطلع حتى بالاماكن الغير معرضه لان الجسم كله يتاثر بها. صحيح. وممكن طبعا عندنا بعض الامراض اللي هي في مرض نسميه التقرن السعفي، تستوي عندنا بقع جلديه جافه ومتكشره حمراء وبنيه وشتمون، وهي ساعات تكون مؤلمه. هاي تكون بالجسم كامل دكتوره يعني ولا بس بالوجه؟ لا، تكون على الاماكن المكشوفه، مثلا تلاقينا على الراس، على الوجه، على إذا كان مثلا الواحد جسم مكشوف يعني تلاقينا مثلا على الظهر، تلاقينا على الإيد، هالأماكن المكشوفة يعني اللي هي أكثر شيء عرضة للشمس. أيوة. هاي الأشياء.
انزين دكتورة انت قبل شوي تفضلي كملي دكتورة. لا لا بس كنت بقول لك ان في بعد عندنا سرطانات البشرة اللي ممكن تصير نتيجة الواحد يكون يتعرض للشمس فترة طويلة ممكن يؤدي هذا الشيء الى سرطانات البشرة. انزين دكتورة انت قبل شوي ذكرتي ان الشمس لها فايدة انها يعني تمدنا بفيتامين دال. انزين لو بغينا نفرق بين فكرة التعرض للشمس عشان حصل على فيتامين دال بشكل طبيعي وبين المشاكل اللي يسببها لنا استمرار تعرضنا للشمس، يعني كيف نقدر نوازن بين الموضوعين؟ نقدر نوازن ان احنا نعرف متى لازم نطلع في الشمس. فمثلا يقول لك الفترة من بين الساعة 10 الصبح لين الساعة 4 الظهر هاي تفاديها لا تكونين في الشمس، لكن قبل الساعة 10 ومن عقب الساعة 4 هذه فترة آمنة تعتبر، وهذه ممكن الواحد يستفيد منها بالفيتامين دال، لأن الفترة اللي من بين الساعة 10 أو حتى نقول 11 مثلا في جونا لين الساعة 4 تكون الشمس عمودية. عاد جونا وايد حار يا دكتورة، شمسنا حارة. بالضبط بالفعل، فهل هذا الشيء ممكن يسوي لنا المشاكل اللي توني أنا ذكرتها، يعني اللي هي أهمها الحروق طبعا. فإحنا عشان شيء نحن ممكن نمسك العصرنا النص، إحنا دائما نقول هالمثل نطلع في الأوقات اللي الشمس فيها موجود ولكن مو في الذروة، يعني قبل الساعة 10 الصبح وعقب الساعة 4 هذا الوقت ممكن إحنا، وتدرين وعشان إحنا نستفيد من الشمس وتعرفين ونسوي ونصنع الفيتامين دال يكفينا ربع ساعة تحت الشمس، يعني مو لازم يكون طول اليوم لا. أصلا ما دكتورة ما نقدر نتم أكثر عن ربع ساعة ولا شو رأيك أنتي؟ تدرين الواحد ساعات عويل تحت الشمس ينسى عمره، يعني خاصة بعدين مشكلة يعني ضربة شمس بعد عندنا مشاكل ثانية بعد ممكن تصيبه. إنزين دكتورة هذا الشيء يخلينا يعني نبدأ في موضوعنا واللي هو يعني أهمية استخدام واقي الشمس عشان يعني كإجراء وقائي على أساس نحمي بشرتنا من هالحروق من هالتصبغات. خبرينا شو أهمية فوائد استخدام واقي الشمس في الصيف؟ أول شيء كريم الشمس بيفيدنا إن إحنا بنحاول إن إحنا نقلل من الأمراض اللي توا أو الأعراض اللي توا ذكرناها. هذا الشيء بيخلينا في أمان والواحد إن شاء الله يعني ما يتعرض لا لضربات الشمس ولا لحروق الشمس. الناحية الثانية من الناحية الجمالية طبعاً مثلاً الواحد يوم بيتمحط كريم الشمس باستمرار أكيد بيتفادى شيخوخة البشرة. أكيد وهذا شيء وايد مهم. طبيعي وأكيد بتقل عند التجاعيد وبتقل عند التصبغات اللي تنتج من التعرض للشمس. وتعرفين يعني هاي أشياء الواحد لو ما ينتبه له هو صغير لكن يوم يكبر يتندم انه ضيع الوقت وما كان يحط كريم الشمس، يوم يشوف الناس اللي مهتمه بشرته ما شاء الله حلوه وهو بدت فيه التجاعيد اكثر عن غيره، يعني فهذه تحمينا وتحمينا طبعا من سرطانات البشره اللي هاي الحمد لله ما نشوفها وايد في بلادنا، بس عاده البلدان الاجنبيه تكثر فيها سرطانات البشره، وعلى هالاساس هم هناك وايد يعني يحذرون الناس لا تحطوا كريم الشمس لا تحطوا كريم الشمس، لانه بالفعل بالنسبه لهم تعتبر مش بس وقاية من الناحية الجمالية ولكن وقاية من الأمراض اللي ممكن يصابون بها ممكن تكون عندهم يعني بكثرة. إنزين دكتورة كيف نستخدم واقي الشمس؟ يعني إحنا نسمع كل ساعتين ولا كل ساعة ممكن توضحينا؟ كريمات الشمس مهما كان مكتوب عليها مدة المفعول 24 ساعة لا هي مفعولة ساعتين إلى 3 ساعات وخلاص يخلص المفعول، فالمفروض إن إحنا نحطها كل ساعتين أو 3 ساعات نعيد يعني تدرين نحطها مرة ثانية. لو كنا معرضين للشمس مثلا لو انا ياسف اظل في الغرفه مثلا ما في داعي ان انا احطها كل ساعتين 3، لكن اذا انا برا ومعرضه للشمس افضل ان احطها كل ساعتين ل 3 ساعات. بس قبل ما نطلع نحطها بكم يعني من على الاقل من ربع ساعه لنص ساعه، يعني من ربع ساعه لنص ساعه نحطها وبعدين نطلع ونجددها كل ساعتين ساعتين الى 3 ساعات. نعم انزين شو النسبه المناسبه لنا احنا؟ ايوه هذا اللي كنت بقول لك يا توا انه لازم ننتبه ان الرقم اللي يكون على كريم الشمس لو سن بروتكشن فاكتور اس بي اف يكون 30 وصاعد، يعني الارقام اللي اقل ما تحمينا من الشمس يكون مفعوله جدا قليل. انزين ليش ما ناخذ الارقام الاعلى اللي فيه مثل 100؟ نفس الشيء نفس الشيء بيكون نفس الشيء من 30 الى صاعد بتكون تقريبا نفس الشيء، يعني 30 وال100 نفس الشيء تقريبا دكتوره؟ نعم بالنسبه للانسان الطبيعي نفس الشيء، ولكن في بعض الناس اللي عندهم اصلا امراض لازم يعني تدري في بعض الامراض اللي احنا في البشره الشخص هذا لازم يحمي بشرته اكبر كميه ممكن يعني من كريمات الشمس والتركيز، هذا اللي نقول لهم خذوا مثلا 100 او هاكي، لكن الانسان الطبيعي يكفي 30 صاعد
كلهم زبيب صفار. أنا الصراحة عني أخذ 50. شو رأيك؟ زين النسبة؟ أحلى شيء. زين دكتورة، نسمع بعد، أنا وايد أقرأ في الأشياء أن يوم تحطون واقي الشمس ما نحط نقطة نقطة، نكثر صح ولا شو؟ شو رأيك أنت؟ هو يعتمد على الكريم نفسه، مثلا في كريمات يسمونها فيزيكال بارير، يعني تسوي لنا تكون شيء يكون لونها أبيض كأنك حاطة طحين، عرفتي؟ هاي فيزيولوجيك، يعني هاي وايد قوية وهاي ممتازة، لكن مو كل الناس يتقبلونها. ففي كريمات عندك مثلا هاي السميكة ممكن تحطين منها طبقة، وكل ما حطيت طبقة أكبر كل ما كانت الحماية أكثر. في كريمات عندنا مثل كريمات الأساس، تعرفين في كريمات مثلا مثل الجل وفيها مثل اللون، يعني في نفس الوقت يغنيك عن الكريم هذا، كريم الأساس، وكنت أنت بحطي هذا صحيح. نعم. وفي عندك مثلا بودرة الأساس اللي هي نفس لون الجلد، يكون فيها سنبلوك أوريدي، يعني فيها كريم حماية من الشمس. فإحنا نحط بس مو بعاد نكثر وايد، ولا نحط نقطة تعرفين قطرة ونوزعها، ما بتكون كفاية. يعني عاد دكتور أنا، إحنا فينا وسواس، أنا وحدة فيني وسواس صراحة. إنزين ما يتم عندي البرودكت يومين. لا سولف وياك يعني اوكي، يعني احط بس مو بوايد. لكن شو رايك يعني، يعني انا صراحه احط الكريم هذا موجود وياي في المكتب في الدوام في الدرج، وعندي في البيت، وعندي في الشنطه وياي كل مكان، وعندي في السياره. موضوع اني احط كريم واقي الشمس في السياره، تنصحين فيه؟ غلط، لانه يخترب. تعرفون هالكريمات لازم لها درجة معينة، يعني أساس تكون محفوظة درجة حرارة معينة، حتى لو هي كانت أصلا للشمس يعني تخترب في الحر بعد. هي أشياء مصنعة، يعني مهما كانت في المخلوطة بعض المواد عليها انتهاء صلاحية، ومكتوب عليها لا تعرض لهذه الدرجة أو أعلى من هذه الدرجة درجة الحرارة، يعني طبيعي أصلا هي كلها مواد كيماوية فأكيد تخترب. يعني رايك نخف شوي من هالوسواس؟ نعم. وممكن تحطين مثلا وياك سبراي، او مثلا بودره الاساس هذه الكومباكت باودر، تحطين هاي فيها كريم الشمس مثلا، بدل ما تجلسين تحطين كل مكان، حطي لك البودره هذه وياك، طالع انت من البيت حطي الكريم، ومن عقبها تمي ثبتي لك الميك اب بالبودره هاي. ممتاز. حق كل مستمعاتنا اللي يسمعونا، هاي نصايح وايد مهمه ترى. وبالنسبه للشباب انا عاده اقول لهم خذوا وياكم سبراي. تعرفين الشباب ما يهتمون انه لازم يوزعون الكريم او هم شيء، يحسون انها يعني كماليات للانثى، هي ويقولون لا انا يعني انا ريال ما بلازم استخدم هذا. نعم. فانا اقول لهم عادة خذوا وياكم سبراي، بس غمض عينك ورش يعني عويهك وبعدين وزع. فهاي بطريقه سهله جدا، في نفس الوقت انت حمية عمرك من اشعه الشمس، خاصه اذا كانوا مثلا في الصيف على البحر تعرفين او على الحوض، وما يبغي الوقت، يعني هي بنفس اللحظة سوى سبراي وخلاص. ممتاز. زين دكتورة، هل واقي الشمس ممكن يعالجنا مشاكل جفاف الجلد خلال فترة الصيف؟ من ناحية واحدة انه اذا كان اصلا في ترطيب مع كريم حماية من الشمس هذه ممكن اوكي، لانه من ناحية بيرطب لنا ومن ناحية بيحمينا من الشمس، ولكنه اصلا يعني هو مش مادة عاكسة، عرفتي اساس، او مو بانه مادة عازلة انه بيعزل الماء انه يطلع من البشرة او انه يطلع عن طريق العرق، لا يمنع التعرق. فبالتالي الواحد لما بيكون في الشمس أكيد بيعرق ويفقد سوائل، وهذا الشيء بروحه بيسوي له جفاف. المفروض الواحد ما يعتمد فقط أنه حاط كريم الشمس وياخذ راحته ويجلس يتمشى في الشمس، يلا أنا حاط كريم الشمس ما بيصيبني شيء، لا طبعا. المفروض أنه يعني في وايد احتياطات لازم ياخذها، لازم بعد يتجنب يقلل فترات تعرضه للشمس هذه، حتى لو هو حط احتياطه. صحيح. يعني أنه مثلا بعض الأكلات لازم يكثر منها في الصيف، مثل المواد اللي هي تدرين الغنية بمضادات الأكسدة، يتم ياكلها باستمرار يوميا، تعرفين هاي معروفة يعني مثل ويكثر من شرب الماء بعد وايد مهم. بالضبط. أول شيء رقم واحد عند الماء السوائل، لو ما يحب الماء يقدر يشرب عصاير، عقب ياخذ الأشياء الطبيعية اللي هي المواد اللي هي غنية بالكاروتين مثل الجزر والمشمش والبرتقال والورقيات الخضراء، سبانخ، خس، هالأشياء كلها غنية بمضادات الأكسدة، عندنا الطماط، عندنا الفلفل، البازلاء، الفول الأخضر، التوت والمكسرات هذه بعد، لأن كل هذه تفيد فيها في الصيف. ويشرب السوائل طبعا، ويحط مثلا كريم الشمس، يلبس الثياب الواقية من تدرين، يلبس القطان، وخاصة إذا كانت والألوان الفاتحة بعد عشان تعكس أشعة الشمس. صحيح، عشان ما يتم يجذب أشعة الشمس. أكيد. إذا في مجال إنه يلبس مثلا القبعة
تحميه من اشعه الدايركت على هذا الراس والوجه، او يستخدم المظله بعد. صح بالفعل، نحن لاحظنا تدرين عندنا احنا في المستشفى اكثر الناس اللي يستعملون المظلات الفلبينيه. صراحه انا بديت استخدم المظله، هذا السر دكتوره، وانا خبرتك يا الحين على الهواء. هي فكره وايد حلوه بس يشوفوني بشكل شيء يستغربون اول، بس عقب خلاص تعودوا ويشوفوني بالمظله. صح، نحن نحرج ان شاء الله كلش مظله وياك يعني من كثر المطر. لا بس والله يعني هم يعني انا اشوفهم صراحه اذكياء انهم يقون بشرتهم وايد مشاكل. احنا في النهايه نقول اهم شيء يعني صحتنا وصحه بشرتنا. يا دكتوره الصراحه الحديث وياك ممتع، ما ودنا بعد يعني نخلص زين، لكن للاسف وقت البرنامج شارف على الانتهاء. كلمه اخيره منك للناس اللي ما يحبون يحطون واقي شمس. اوكي عادي لا تحطون واقي شمس، ولكن انتم تفادوا الطلوع في الشمس بشكل مباشر. يعني يا أنكم مثلا تضغطون بشيء، أو إذا واحد عنده مثلا فايل يحط فايل للتدريب يرفعه على رأسه بحيث أنه ما تجيس الشمس وجهه، يحاول يلبس أقطان، يشرب ماء وايد مثل ما سوى ذكرنا عن بعض الأكلات يكثر منها. تمام، وإحنا نقول عقب ما سمعوا حديثنا هذا أنا متأكدة يا دكتورة أنهم بيغيرون رأيهم، ولا شو رأيك؟ إن شاء الله. جزير الشكر لك دكتورة فاطمة خليفة، أخصائية الأمراض الجلدية بهيئة الصحة بدبي، على هذا الحديث الجميل، وأتمنى لك يوم سعيد، نلقاك إن شاء الله مواضيع ثانية أجمل. شكرا لك. أعزائي المستمعين، الحين وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صحة وسعادة، واليوم يوم الجمعة وإجازة نهاية الأسبوع بدت، كلنا مستانسين أكيد، وأولكم أنا ومخرجنا. وعلى الرغم من أن إحنا بنشتاق لكم للأسبوع الجاي، لكن نقول هاي الإجازة مهمة إلنا وإلكم، ومثل ما وصيكم دائما في نهاية كل حلقة من يوم الجمعة، أعزائي المستمعين استغلوا كل لحظة فيها لراحتكم، ابتعدوا وابتعدوا قد ما تقدرون عن الشغل ومشاكله، واللي ناوي ياخذ شغله للبيت شو نقول له؟ نقول له ركز ويانا شوي واسمع شو بنقول لك. إجازة نهاية الأسبوع فرصة لكسر روتين العمل والابتعاد عن ضغوطاته، ابحث عن الاسترخاء لبعض الوقت، ولاحظ التغييرات الإيجابية على صحتك الجسمية والعقلية والنفسية. ها، أتمنى أنك فكرت شوي وغيرت رأيك وما بتاخذ شغلك للبيت، وقررت أنك تقضي أجمل إجازة ويا عيالك أهلك أصدقائك وكل اللي تحبهم. لكن بعد لا تنسى ولا تنسون أعزائي المستمعين أنكم بوسط الأجواء هاي الإجازة أنكم تلتزمون بالإجراءات الوقائية حفاظا على صحتكم وسلامتكم اللي هي أغلى ما تملكون. كان وياكم في الإخراج الزميل نمر محمد، وبالتنسيق الأخت ميرا المري، وبالإعداد الزميل يوسف سعد. هذه تحياتي لكم، محدثتكم دكتورة بدرية الحرمي، أتمنى لكم إجازة أسبوع آمنة وسعيدة وسط أحبابكم، ولنلقاكم الأسبوع الجاي بإذن الله. أقولكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة